وزع الإعلام الحربي مشاهد استهداف الجيش واللجان الشعبية لعدد من المواقع العسكرية السعودية في جيزان، وتظهر المشاهد تهاوي قذائف مدفعية الجيش واللجان على موقع الدخان العسكري، ما أسفر عن إحراق آليات عسكرية سعودية في الموقع وتدمير عدد من رقابات الموقع. كما تظهر المشاهد استهداف تجمعات الجيش السعودي بمنطقة الخوجرة في جيزان بضربات دقيقة بعد رصدها من قبل وحدة الرصد. موقع الدخان العسكري ضربة ضخمة، أقول لك كتب الله أجره، أقول له ضربة ضخمة كتب الله أجره، يحرف زد يمين، يحرف زد يمين 5 متر ويتوكل من ضربة ضخمة حيدري يمين. وفي أحد المشاهد يتم استهداف تجمعات للجيش السعودي في قرية المدرسة في المعنق بجيزان بصاروخ الصرخة 3 محلي الصنع بعد عملية رصد دقيقة ومحكمة أسفرت عن مصرع وجرح عدد من جنود الجيش السعودي. أنا المحدد. وعزيمة وإرادة لن نكسر قدرتنا، وأننا بقوة الله وبعونه سوف نكسرهم وندك حصونهم، فلن تنفعهم سواء كانوا محصنين بها أم لم يكونوا محصنين، فنحن لها بقوة الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. زلش فروا فروا هربوا 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 هربوا. يا رانا ما فهمت جارين، زلج زلج بقم يا رانا من حتى جارت. هذه هي بعض الغنائم التي اغتنمها ابناء الجيش والجان الشعبية في موقع قشبة بعد الاستيلاء عليه وما جاره من المواقع، وذلك بفضل الله وبحمده. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.